وحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بالمستشفى الجامعي بمحافظة سوهاج من الوحدات القليلة الموجودة على مستوى الجمهورية والتي تخدم محافظة سوهاج والمحافظات الجنوبية. وتستخدم هذه الوحدة الميكروسكوب في جراحات الشرايين والأوعية الدقيقة بعد أن تم توفير أدوات دقيقة جدا من هذه الأجهزة لنجاح مهام الفرق الطبية. المزيد حول ما تقدمه هذه الوحدة من خدمات في التقرير التالي للزميل محمد رفعت. تولي الدولة اهتماما كبيرا وغير مسبوق بتجويد الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خاصة بمحافظات صعيد مصر من خلال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات وخاصة في القطاع الطبي، وذلك لإحداث طفرة تنموية والارتقاء بحياة المواطنين. وتأتي وحدة الجراحات الميكروسكوبية بالمستشفى الجامعي بسوهاج إحدى هذه المشروعات الهامة. الحمد لله منذ إنشاء الوحدة هنا وهي بتقدم الرعاية الطبية الكاملة لجميع مرضى الصعيد، يعني ممكن مختصة أكتر بجراحات اليد. جراحات اليد يعني هنتكلم أكتر يمكن هنا كمرضى الصعيد اللي هو أكتر، يعني احنا الأعمال الصعبة اللي هم بيتعرضوا ليها وأعمال الآلات الزراعية الثقيلة، يعني أكتر هنتكلم عن الدراسة والمشاكل اللي بتعملها في اليد، يعني بتؤدي إلى بتر الأجزاء من اليد أو ممكن بتر كامل من اليد. الحمد لله يعني من المعروف إن المرضى اللي زي كده طبعا موضوع بتر الأصابع بتر الإيد الأجزاء دي علشان تتوصل هي بتبقى موضوع وقت وموضوع يعني موضوع وقت وموضوع توفير على المريض إنه يذهب لمسافات بعيدة. فالحمد لله يعني قربنا المسافة على المريض. المكان هنا بيخدم هنقول شريحة كبيرة من مرضى الصعيد، يعني عايزين نقول من أسوان يمكن لغاية سوهاج. الحمد لله احنا يعني غير موضوع توصيل الأعضاء والأجزاء المبتورة يعني هنتكلم عن الحالات الطارئة، بنشتغل لستة يعني كل ثلاث بندخل فيها حالات معقدة، حالات بيتم فيها توصيل أوتار تسليك على أعصاب تشوهات اليد، الأمراض الجينية في الأطفال، أمراض الضفيرة العصبية. بنشتغل على أجهزة موجودة يعني الحمد لله متقدمة، أجهزة ميكروسكوبية. الحمد لله يعني في نسبة رضا كبيرة، يعني هنقول المريض والحمد لله راضيين عن نفسنا وعن أدائنا، وبنشوف كده يعني بمتابعة الحالات لما بتيجي والحمد لله في نسبة رضاء كبير. وتعد وحدة الجراحات الميكروسكوبية بالمستشفى الجامعي بسوهاج نقطة انطلاق للجراحات الدقيقة والمتخصصة لخدمة المرضى من أهالي الصعيد. أول ما بيدخل المريض على طول بيجي هنا على الكونتر، بنشوف إيه اللي مطلوب، إيه الحاجات اللي محتاجه، إيه الورق اللي هو محتاجه، بنحاول نساعده بكل الطرق، بنوجهه على أماكن اللي هو يروح يخلص منها الورق، وبنقدم له تسهيلات. لما بيخلص الورق بيرجع لي، لو في أي مشكلة معاه بنحاول نساعده. بعد كده بنوري الورق للدكاترة، الدنيا تمام، بياخد معاد عمليته، بيدخل العمليات تمام. بنحاول نقدم أحسن وأفضل خدمة للمريض. كل اللي بيجي عندنا ما حدش بيشتكي الحمد لله، أي حالة بتدخل عندنا بتاخد حقها في كل حاجة. طبعا هنا في الوحدة متوفر لدينا جهاز ميكروسكوب الجراحي لتوصيل الأعصاب، نتمكن من توصيل الأعصاب مهما كان صغر حجم العصب ده، بيكون مثلا بنشتغل بخيوط حجم الخيط ده لا يرى بالعين المجردة، يعني بالعافية نراه بالعين المجردة. بنشتغل تحت الميكروسكوب بنكون شايفينه برؤية واضحة جدا، نقدر نوصل لأصغر الأوتار لأصغر الأعصاب لحد الأعصاب اللي بتغذي الأصابع، بنوصلها بسهولة تحت استخدام الميكروسكوب. موجود عندنا طبعا جهاز منظار جراحي، بنشتغل حالات برضو منظار الرسغ، برضو دي بنشتغلها هنا المكان الوحيد على مستوى محافظات الصعيد اللي بنشتغل بيه منظار الرسغ. طبعا كان مرضى الصعيد بيعانوا بصفة كبيرة من موضوع توصيل الأعصاب والأوتار، الحالات دي بتكون الصعيد بيعاني منها، الحالات عبين ما توصل لمكان بعيد طبعا بياخد وقت بيتحول لمستشفى جامعي. فبإذن الحمد لله هنا في جامعة سوهاج وفرنا وحدة جراحة ميكروسكوبية تحت عيادة الأستاذ الدكتور حسان النعماني، قدرنا نخدم محافظات الصعيد كلها. بنشتغل حالات طوارئ يوميا، حالات توصيل الأعصاب وتوصيل الأوتار يوميا بنشتغلها في الطوارئ، بالإضافة للليستة الأسبوعية بنشتغل الحالات اللي ينفع تستنى للليستة
زي حالات استكشاف الاعصاب واستكشاف الاوتار، حالات شلل الضفيرة العصبية في الاطفال بنشتغلها طبعا بصفة مستمرة، بنعمل استكشاف للضفيرة العصبية سواء في الاطفال حالات ملخ ولادة او في الكبار لو حالات يعني اسمها بنقول بوست تروماتيك او اصابات ادت الى شلل الضفيرة العصبية، بنعمل استكشاف وتوصيل الضفيرة العصبية. وتأتي وحدة الجراحات الميكروسكوبية ضمن حزمة المشروعات والاضافات الجديدة التي تم اضافتها للمستشفى الجامعي بسوهاج ضمن اهتمام الدولة وحرصها على تقديم افضل الخدمات الطبية لابناء صعيد مصر. محمد رفعت، طيبة.